السلام عليكم، أهلا فيكم في فيديو جديد. آسف على المكان اللي أنا فيه، يمكن أحسن من المكان أصلا ساكن فيه أنا. المهم أني مش موجود في المنطقة اللي كنت ساكن فيها، فآسف على الصوت إذا الصوت مش كويس، لأن التسجيل الآن بالآيفون حط مايك خارجي لكن المايك بعيد عني في الكاميرا، إن شاء الله يكون كويس يعني. فنبدأ كبداية، السوفتوير اللي تكلمت لكم عن في البيتا الثاني للآيوس 14.5 في الأكواد إن أبل جالسة تستخدم أو جالسة تسوي تيست على باتري باك. فشنو هي الباتري باك؟ من الفيديوهات اللي تكلمت لكم برضو عنها في الفيديو نفسه هناك في النسخة التجريبية، إن تكون شيء مربع أو مثل ما نقول باتري متنقل يلصق على الآيفون من الخلف ويشحن، شيء طبيعي كل أجهزة موجودة. وفي الحركة ذي برضو في السوق نزلينها شركات، ومن زمان موجودة حتى في السعودية في شركات تقريبا خليجية مسوينها، وقبل ما تكون أصلا في الآيفون بالماكسيف. لكن اللي كنا متعودين من أبل إنه بعد ما ينزل الآيفون، مثل السنة راحت السنة قبلها، بعد ما ينزل الآيفون بشهر شهرين أبل تنزل سمارت باتري كيس، مثل الآيفون مثل ما نشوف 11 برو ماكس سمارت باتري كيس عادي حلو، تفتح الجهاز وتركبه وتسوي له سلايد. شو الحلو فيه بسبب إنه يعني من أبل؟ شو الحلو فيه؟ الحلو فيه انه يحافظ على البطارية نفسها اللي داخل الجهاز، هذا الشيء حلو. لكن بعد ما تفكر فيها تحس ان الشيء غبي. كيف؟ انا اعلمكم. خلنا اقول لكم الميزات البداية. الحين اللي حطيت الباتري كيس هذا في الايفون حقك تشحنه بنفس المدخل الشاحن نفسه اللي يدعم الشحن الوايرلس، واذا شحن فل خلاص تروح على جهة اليسار كذا وتشوف البطارية حقتك، تشوف البطاريتين تنتينهم، تشوف ان بطارية الجهاز وبطارية الباتري كيس هذا نفسه، بطارية الجهاز 100%، بطارية باتري كيس هي اللي تنزل. هذا شيء حلو، اوكي؟ كذا بطارية الجهاز الداخلية اوتوماتيك من ابل، ابل مسويتها كسوفت وير، اذا ركبت الباتري كيس هذا البطارية الداخلية تكون 100% ومفصولة. الان الجهاز نفسه جهازك ما يشحن البطارية الجهاز، لا الجهاز نفسه يستخدم البطارية الخارجية للباتري كيس نفسه. الين ما يخلص الباتري كيس يحول على بطارية الجهاز الداخلية. بكذا بهذا السمارت باتري كيس مال ابل موجود على الايفون، تقدر تحط الايفون 7 6S والاجهزه القديمه ذي كلها نفس الباتري كيس هذا، لكن مش نفس هذا، في اجهزه مخصصه لحق او باتري كيس مخصصه للحق اللي هناك ولازم من ابل. كذا تحافظ على البطاريه الداخليه حق جهازك ما راح تنقص بطاريه الداخليه، مش ما راح تنقص لكن بتحافظ عليها، لان 100% راح تنقص، لكن ما راح يكون الضغط على البطاريه الداخليه، راح يكون الضغط على البطاريه الخارجيه. هذا الشيء حلو من ابل انك تسوي كذا. مثلا الحين هذا الجهاز حق زوجتي الايفون 11 برو ماكس، تستخدم السمارت باتري كيس، الجهاز البطارية الداخلية حق جهازها ما تنقص كذا وما تخترب بسرعة في مرور الوقت، تخترب البطارية الخارجية. هذا شيء حلو مثل ما قلت لكم. لكن لو بتحس فيها سمارت باتري كيس للأشخاص انت اللي بعضهم يشترونه علشان هذه البطارية وهو ما يستخدم الكيس اصلا، نفسي انا ما استخدم الكيس، يعني اقدر استخدم الجهاز كذا بدون شيء، ما استخدم اي كيس، فما راح اشتري هذا، لانه لو اشتري هذا قيمة السمارت باتري كيس هذا $129 حق الايفون 11 برو ماكس مثلا، علشان بس احافظ على البطارية الداخلية، لا اتم استخدمه كذا، واذا اختربت البطارية الداخلية اغيرها ب $70 الى $80 هنا في امريكا، احسن ما اشتري باتري كيس ب $120 او ب $130. فهذا الفرق يعني. لكن اذا كنت انت تحب الكيس بتحط عليه غلاف، ففضل انك تشتري السمارت باتري كيس موجود حق الايفون 10S 10R 7 8 8 بلس تقريبا ماله، والسفن هم مال 6 اس وذي يركبون مع بعض، حتى الايفون اس يركبون مع بعض، 10 اس 10 ماكس 10 ار 11 برو 11 برو ماكس تقريبا كلهم موقع ابل، تخش موقع ابل وتشوفهم. ابل السنه هذه تاخرت على ايفون 12 12 برو 12 برو ماكس 12 ميني ما نزلت سمارت باتري كيس، فالكل فكر وقال ابل ليش الان تاخرت؟ يعني ابل نزلتي انت اصغر بطاريه من قبل سنتين، يعني كانت اول كذا البطاريه، لكن في الايفون 12 ميني يعني نزلتي جهاز صغير وبطاريه صغيره، كان تلحقيني بسرعة تنزلين نفس هذه الباتري كيس لحق الايفون 12 ميني بسرعة. أبل تأخرت، فأبل أتوقع أنه خلاص الحين جاهز أنه بتنزل مش سمارت باتري كيس، بتنزل سمارت باك، فتكون مربع يركب على الماكسيف، على الايفونات اللي موجودة جديدة، الايفونات 12 كلها بالماكسيف، فالمربع عندك تحط على الجهاز من الخلف يمسك. هذه حركة حلوة كذا تخليني أنا، بالنسبة لي أنا ما أحب غلفة، اشتري هذه القطعه واستخدمها معاي، اذا كنت احتاجها احطها على الجهاز من الخلف، اذا كنت محتاجها اشيلها. لكن شو الميزه اللي في القطعه هذه؟ هذا الجهاز قاعد تستخدمه انت كذا ماشيين اثنينهم فل، الجهاز ما راح يخترب البطاريه الداخليه، راح تخترب البطاريه الخارجيه مع الاستخدام الكثير، لانه هي اللي تغذي الجهاز. بالحركه الجديده بالسمارت باتري كيس ما راح تغذي الجهاز في نفس الوقت، يعني فالحركه ايش مسوين؟ يقول لك ابل ان الباتري كيس هذا او الباج اللي راح تنزل مثلا اذا حطيتها على الجهاز الايفون راح تخلي جهاز الايفون بطاريته على طول على 90، تعطي الجهاز يتمسك على 90 كذا عشان ما تخترب البطارية. تكلمنا من سنوات كثيرة ان الجهاز مثلا لا ينزل تحت ال 20، يزيد فوق ال 90 كذا في المكان المناسب لحق الحفاظ على البطارية الداخلية. المهم فالحفاظ على البطارية بالحركة الباج ذي الجديدة اللي بتنزلها ابل
ان تخلي الجهاز البطاريه الداخليه حق جهازك تمسك على 90 وانت تخليها مركبه ذي، وهذا هي اللي بتغذي الجهاز. هذا الاختلاف. هذه لا، هذه تخلي جهازك 100% بطاريه وال 100% مفصوله، هذا حلو برضو تحافظ على الجهاز لكن 100%. هذا الشيء اللي شوي مش كويس، لكن افضل من البطاريات الثانيه اللي موجوده في السوق اللي تاخذها وتحطها يعني تخرب الجهاز. هذه لا، تحطها وتفصل البطاريه الداخليه وتستخدم هذه. فالجديده هذيك اللي بتصير تركبها في 90 حدك تشتري جهازك، مثلا الايفون 12 اخذه معي واحط البطاريه خارجيه، خلاص جهازي الايفون يكون على حدود 90، والبطاريه هذيك اللي ركبها اللي راح تنزل من ابل ان شاء الله هي اللي تكون تغذي الجهاز. هذا شيء حلو، لكن اتمنى ابل انه ما تخليها على 90، تخلي مثلا سوفت وير انك تقدر تخليها لا تشحن الجهاز الايفون كامل، لان بعض الاشخاص عندهم عقده لو صار 90 او مشحن فول خلي ما ادري كيف راح تخليها، وما ادري كيف ابل راح تخلينا نستخدمها. يعني مثلا هل راح تطيح بسرعه؟ هل ما ادري اذا كانت كيس كذا اقدر استخدم على طول، هذا الحلو في الكيس، كيس وعادي، لكن هذيك كيف راح تنفصل؟ كيف راح استخدمها؟ انا بالنسبه لي استخدم الوالت حق الايفونات وال12 و12 برو و12 ماكس، هذه الوالت تركب على جميع الايفونات. هل الباتري باك الجديده ذيك راح تكون مقاس واحد فتكون لازم على حدود الايفون 12 ميني؟ فاتوقع انه ما راح تكون كويسه لحق الايفونات الكبيره، لازم يكون حجمها اكبر عشان يعني تشحن الايفون الكبير. هنا بما ان كيس فالبطاريه الداخليه حق الكيس نفسها تختلف من ايفون لايفون، لازم عشان تركب سلايد حق الايفون نفسه، فهل ديك راح تكون اختلاف او راح تكون بطاريه واحده؟ فمثلا بطاريه واحده تكون مثلا 2000 ملي ام مثلا راح تكون سميكه، الايفون 12 ميني مثلا 1000 ملي ام مثلا، الكبيره ديك تكون حجمها اكبر. بس تخيل انها تسوي ابل واحده، ممكن تشحن الايفون 12 ميني مره كامله، تشحن الايفون 12 برو ماكس نص مره مثلا او اقل. ما ادري كيف ابل راح تمشي على الخيارات دي كلها. تخيل تسوي لها احجام حق كل جهاز يختلف الحجم، ما اتوقع تقدر تقفلهم. فاقدر اشتري حق ايفون 12 برو ماكس بطاريه كبيره وبحط على الايفون 12 ميني، تشوف حجمها كذا مثلا، تكون طالعه من الايفون 12 ميني في الجوانب، فما ادري كيف الشكل راح تكون. فانا بالنسبه لي لو بفكر فيها، هذه فيها ميزه ان كيس كامل، وهذه لو تنزلها ابل الباتري باج فيها ميزة. الحلو في هذه شنو؟ إن مثلا أنا عندي إياها موجودة مثلا في الشنطة في الباك حقي رايح الدوام، واحد من الشباب خلص جهازه طلعها بقول أمسك شحن جهازك، ما يحتاج من السبارت بيت كيس. لا، لو إن واحد من الشباب خلص جهازه بطارية ما أقدر أفصله، أو جهازك شنو آيفون 11 أو ما آسف ما تركب هذه 11 برو ماكس، هذه ما تقدر تركب جهازك داخل، لكن كبطارية خارجية فالأسعاف حركات السريعة يعني أقدر أعطي أي شخص إنه ما ركبت في جهازك آيفون مش آيفون 12 مركبت على الماكسيف، راح تشحن جهازك على الاقل كوايرلس عاديه يعني، وكلها تشتغل على جهاز واحد. كذا الحركه الحلوه ان مثلا شريتها الان اقدر مثلا السنه الجايه نزل الايفون 13 ما احتاج اغيرها، هي نفسها عندي اقدر اخليها حق الايفون 13، حتى لو تغير شكله ما شريت الكبير شريت الصغير كلها باك عاديه واقدر احطها. فهذه الحركه الحلوه. لكن تخيلوا اني شريتها الحين، انا استخدم الوالت، هل اقدر احط الباتري باك ولا لا؟ يعني شريتها، تخيل واحد مثلا حاط الكيس لحق الايفون 12 مثلا، حط الكيس حقه، شاري الأغلاف من الأغلفة العادية مثلا، طبعا استخدم الأغلاف وقت الحاجة وقت اللي أحفظ بي أشياء. المهم حط الباك كذا، طيب يستخدم الجهاز وحط الوالت، تخيل الباتري باك يحطها برضو، لا ما راح يشيل هذه ويحط الباتري باك هنا مثلا ويحط الوالت. الله كيف راح تكون؟ هل الباتري باك نفس هذه راح يكون فيها ماكسيف في الخارج؟ هي راح اوريدي تكون فيها ماكسيف هنا عشان تمسك على الجهاز الجديده، لكن في الخارج هل راح تكون فيها ماكسيف برضو عشان اشحنها بالماكسيف برضو واقدر احط الوالت عليها؟ فراح يكون الجهاز ثلاث طبقات ساندويتش، ما كيف راح تكون ما ادري. فهذه الخيارات هذه كل شيء وهذه الاشياء اللي ابل جالسه تشتغل عليها، وهذه يعني توقعات. فانا اتوقع لو تنزلها ابل مش لازم يكون جهازك ايفون 12 عشان تشتريها، تقدر تشتري على اي جهاز لكن ما راح تلصق، وما ادري راح تجيبها عشان تمسكها الاشخاص، لكن تقدر تستخدمها يعني في اي وقت، تحط جهازك كذا اذا كان جهازك ما في الماكسيف تنار ولا شيء تقدر تحطها وتشتغل. هذا الى الان توقعات، لازم تنزل يعني، لكن اتوقع انه راح تحافظ مع الجهاز مثل ما قلت لكم، لان يمكن ابل سوفت وير راح تقفل الحفاظ على البطاريه مثل ما قلت لكم على الايفون 12، راح نشوف قدام شلون بيسوون هذا. فهذه التوقعات وهذا كل شيء، وهذه الاستنتاج اللي استنتجناه الان مع الاكواد اللي موجوده في الايفون في الاي او اس 14.5. فابل جالسه تشتغل على هذه القطعه، فاذا كان على الاي او اس 14.5 وابل جالسه تشتغل عليها راح تنزلها ولا لا؟ هذا برضو شيء ثاني، لكن ابل لازم تنزل الشيء.
او تاخرت كثير يعني في السنوات اللي راحت كنت بعد ما ينزل ايفون بشهرين تنزل البطاريه له بالكثير. الان وين 3 شهور دخلنا 4 شهور بنخش لازم بسريع سريع عبر تسوين ذي الحركه. فنشوف متوقع ان سعرها ما راح يكون 100 اقل من 100 بما ان صار الكيس كنت قبل تنزل 130 دولار فالان هذه بطاريه بس بدون كيس. نشوف قدام ايش تسوين وكيف راح تكون التقنيات حقتها وكيف الحفاظ على البطاريه مثل ما قلت لكم وكيف راح نستخدمها. وانا والله ودي تنزل ثنتين الباق حق الكل وتنزل كيس كيس عادي ما ابي انا استخدم الباق بشيل حق الكل. بعض الاشخاص يقول لك ما بشيله ابي كيس عادي نفس الكيس القديم كيس كذا. بعض الاشخاص يشترون كيس عادي فخلي الكيس نفسه في البطاريه وخلي كذا ما بيعطي احد. انا واحد عندي جهازي والكيس حقي وما ابي اشحن حق اي جهاز ثاني. انا واحد من النوع اللي بطل بطارية كذا عشان حتى لو زوجتي معي او جهازك ايفون 11 برو ماكس اسف ما اقدر اعطيك البطاريه حقتي ما تركب في الجهاز ما ابي كذا كيفي ما ادري. فاتمنى ابل تنزل نوعين ما ادري لكن النوع الثاني راح يكون يشبك بالمدخل يعني نفس هذا بالمدخل تشبك يعني شابك بمدخل الشاحن مش وايرلس. ابل تسوي ذي الحركه اتوقع علشان في المستقبل خلاص جالس تجهز انه السنه الجايه او السنه هذه الايفون بيكون بدون مدخل فيكون كله بالماجنت يمكن. بس كنت بريد هذه الطريقات لو ابل نزلت الباتري باج راح تشترونها وتفضلونها اكثر لان راح تقدر تشحنها على اي جهاز موجود عندك مش لازم ايفونك وحجم الايفون حقك اللي عندك على اي جهاز حتى بالشي شارج الوايرلس. او تتمنون تنزل ابل حق الفئات الجديده سمارت باتري كيس نفس هذا يكون تشحن بجهازك الوحيد اللي يركب في داخل السلايد وتركب على طول. ايش اللي تفضلون انتم كذا بطاريه ومن ابل تحافظ على بطاريه الجهاز او كذا من ابل وتحافظ على جهازك وتحافظ على البطاريه لكن شريت جهاز بالمستقبل ثاني ما راح تقدر تركبها لانه اذا تغير شكل الجهاز وكل شيء. يعني انا هذه 11 برو ماكس ما اقدر احطها على الايفون 12 برو ماكس لان شكل الجهاز وابعاد كل شيء خلاص راح يعني. بس فانتظر تعليقاتكم اشوف ايش اللي بتقولون. فبنات الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناه واشتراك بحساب سناب شات شرف اضواتكم وعمل لايك المقطع ونشر المقطع ولا تنسون افضل دعاكم. ومرة ثانية أقول لكم آسف على الصوت المكان كبير فالصدى آسف عليه. السلام عليكم.